بابا خويا بابا خويا توا مازلت كي جيت خويا. السلام عليكم. ما نطولوا يا ديديكاس خويا ال 24 ولايه تونسيه و48 ولايه جزائريه. احلى مغرمه واحلى ناس. اللي مش عاجبه الالبوم ان شاء الله يعجبك الالبوم اللي بعد الجاي. كان خويا عجبك الالبوم ما ننسيش ما نوصيش جيم كومونتير بارتاج الفيديو ابوني فو ما تنسانيش. الحلقه السابعه يا غالي الحلقه السابعه يا غالي. خذينا كبش عمر باهي صحه باهيه رباط باهي خدمه نار سيبته اربح رتحته داويته. شنو ناقص؟ ناقص اني نعاود نشكله. بابا عليك يا رحيب والديك بابا عليك. مع شكون باش نشكله خويا انا يا غالي؟ اذا انت تفرش في كبشك في الكومبالولا وعرفت كبشك كيفاش يعارك تشكيلة الكومبالولا نوع وتشكيلة الكومباويت الكل نوع. خد تشكيلة الكومبا اول كومبا مازلت تشوف في كبشك كيفاش يعارك. يسرح يبعد لبعيد يمرح يبدل في سيات العرق كل ما يتوجع قصاص يقف على بلاسته عنده مشكلة في الفينيش عرق نويع. انت تفرش فيه في الكومبولا وعرفته هو كيفاش يعارك كيف شكل الكومبا الثانية والثالثة والكل. رد بالك رد بالك تشكل مع كبش ستيل عركه مش كيما ستيل عرق كبشك كيما جوار الكرة الكوارجي كتحطه في كيبة مضعضعة ما يعمل حتى شيء وتهز جوار بهم في تشكيلة به يولي كوارجي. فهمتوني ولا ليه؟ تظلمش في التشكيلات مش عطيني شكل كبشي برك يبدأ أعلى مني في الصحة أخويا نخذوش الصح كيف كيف في كل شيء أعمر رباط صحة راحة أتراح هاي وشني شبيباب هو يبدا قصاص وكبشك يسرح هو يبدا يلف العرق وكبشك يبعد. علاش ضر كبشك يا ما كبش خسرت الكيكه خط لعبت كنت كبش قصاصه كبش مازال يقول لك ليش شرب كبش شرب دماغ. رد بالك اخت ذاك الكل خويا اخت ذاك الكل تسيب مع مغرمه متربين مغرمتنا الكل متربين راه حاشا وكل انا فمك المغروم الركيك يبدا بليد هكا وركيك يتلكش برشا في البطح. لا علينا قبل ما تسيب كونتر مولا الكبش مولا الكبش لازم يكون صاحبك. اعملوا قهوة حتى قبل الكومبا ارتاحوا لبعضكم. شبيك يا غالي تسيب كبشك مع واحد طيح قدرك انت وياه وصغيرة تتفرج وتعاركوا وضرب ليك وبنية ليك وبنية لي ولحوم تدون في بعضها. رد بالك اه راهو مش كيما في بالك انت زك بشك هاوي تعاركوا كبش الدغرت يا غالي راه عبيد معدي ربتيات على كبش ربي خلص محر عبيد ماتت في قعدتها على كبش. رد بالك اه عبيت كومبا تكون كومبا شيخة وزاو تبات في بوشوش الرجلة. رد بالك رد متفلكش بيها الحاجة ذي تشكل مع كبش لازم يكون ستيل عركو كيما ستيل عركك. الزوز يبعدو الزوز يلفو الزوز يقصو الزوز ما عندهمش فينيش خويا الربح صح علي يمك انت كبلي تصور انت كبشك بريمة على الاخر ومعاركي على الاخر وسبعة فيكتوارات تسيبو مع كبش يلصق يمشوها ميك زوز الحم من لا شوي من لا شوي ويبدا مولا الكبش ركيكه هو يقول لك لا مشيهم هرب لي كبش تمشي تي ويا الحب رزقك في بطل خاطر انت ما عرفتش تختار. رد بالك تحط كبش في محط خايب. لذلك خويا سيب معك باش فهمتك تصور انت روحك انت بوكسير وهبطوك على الحلبه كونتر واحد اللي باش تعاركوا ذايا في البوكس ما يعرف يعمل شيء بخلاف الشد جارد. انت تضرب هو شد جارد انت تضرب هو شد جارد بتبقى تضرب ساعه ساعتين ثلاثه سوايع باش تتعب باش تكل باش تمل باش تقولوا برا معلم قيني هذاك الكبش. تصور انت سيب مع كبش خويا ما عندوش فينيش يوخر لك يوخر يوخر ويبقى يخزر الكبش سي نورمال كبشك انت باش يوقف. شفي بالك انت باب يبدا كبش يمرح عينه في العرق يجي الكبش الاخر يبقى واقف له يخزر له ويبردوا معاه. ولا تصور تبقى مسيب مع كبش حار انت كبشك حار يغلي حاضر مفحل ميت سيبه مع كبش خويا لا قدر الله قصاص كبشك بسيفته حار يحب يبعد والاخر يقص عليه كبشك يحب الاخر يقص عليه يقول لك كبشك يوقف على البلاصه يقول لك برك ربحتني دز ليك دز ليا وسكاكن وقاوموا حد ما ننسوش مغرمتنا ناس متربين ناس ولاد عائلات عدنا طبة عدنا محامين عدنا بنكاجية عدنا قضاة عدنا حماسة عدنا خذارة عندنا بناية عدنا قهوجية عدنا بياعة على كل يا كريمة مغرمتنا معني. رد بالك ها اللي حكيته مرة في المليون نحكي فيه مانيش نشوه في سمعة المغرم على فكرة اما نسيحة من الخو خاطر التلكيشة تصير وديما سيب مع انسان عنده برشا غرام باش ما ينغرش. المغروم الصحيح مكث ما هو سيب وربح ما عاش ينغر. عايز ليكم اليومي ابوني فو.